السلام عليكم قبل ثلاث سنوات وفي مثل هذه الليله استيقظ ملايين اليمنيين على اصوات قصف رهيب فتحوا شاشات التلفاز واذا بالاخبار تعلن اطلاق المملكه العربيه السعوديه عمليه عاصفه الحزم ضد الانقلابيين في اليمن والذين كانوا على مشارف عدن ومسيطرين على العديد من المحافظات اليمنيه استبشر اليمنيون خيرا وظنوا ان الجوار بدا بتصحيح مساره والتكفير عن تاريخ طويل من الفتك في عضد هذا البلد وتفتيت اركانه. اليوم وبعد ثلاث سنوات من عاصفه الحزم يعاد هذا التساؤل الى الطاوله، هل كان التدخل السعودي والذي لحقته الامارات تدخلا لصالح البلد؟ ام ان الامور مع الوقت تكشفت عن اجندات اخرى؟ لم يعد سرا ان الرياض وابو ظبي لا تريدان القضاء على الانقلاب ولم يعد يخفى على العالم ان التحالف يعيق الحكومه في المناطق المحرره ويلغمها بميليشيات مسلحه بل وصلت الامور حد استقالات من وزراء في الحكومه وتصريحات من الرياض تحملها مسؤوليه استمرار الازمه في اليمن. اعزائنا المشاهدين في الذكرى الثالثه يفتح المساء اليمني ملف عاصفه الحزم ويضع الاسئله ماذا حققت عاصفه الحزم؟ وما هي خيارات الشرعيه بعد ان اتضحت لها اجنده التحالف الحقيقيه؟ هل ما زالت هناك امكانيه لاعاده العلاقه بين الشرعيه والتحالف بعد الشرخ الذي حصل ووصل الى طاوله مجلس الامن؟ واخيرا ما هي خيارات اليمنيين وهم يرون بلدهم يراوح مكانه والقرار بيد الرياض وابو ظبي والشرعيه لا تتخذ خطوات عمليه للخروج من هذا المازق؟ هذه الاسئله وغيرها نناقشها الليله في ملف الذكرى عاصفه الحزم مع ضيوفنا الذين سيكونوا معنا في هذه الحلقه، ولكن قبل ذلك نذهب لمشاهده هذا التقرير. ثلاث سنوات منذ انطلاق عاصفه الحزم، ليله عرف اليمنيون هويه الصواريخ التي هزت البلد فجر السادس والعشرين من مارس، استبشر معظمهم خيرا وظنوا ان نهايه ميليشيات الانقلاب التي وصلت العند قد حلت. وأن الفرج يدق أبواب البلد الذي أثخنته الجراح، لكن هذه الآمال تبخرت واكتشف اليمنيون أن لا جار يمكن الوثوق به ولا صديق يقدم العون الحقيقي. في تلك الليلة خرج المتحدث باسم التحالف العربي حينها العميد أحمد عسيري ليقول لليمنيين والعالم: إن عاصفة الحزم تمت بطلب من الشرعية. وإن هدفها إعادة الشرعية للبلاد والقضاء على الانقلاب فكيف سيكون المصير العملية في بدايتها تهدف إلى حماية الشرعية في اليمن حماية المواطن اليمني اليوم وبعد ثلاث سنوات يتساءل اليمنيون أين تلك التصريحات يا عسيري وأين تلك الوعود يا سلمان فما يراه اليمنيون اليوم شيئا آخر كليا يرون تحالفا يمنع الرئيس الشرعي من العوده لعاصمته المؤقته ويرون تحالفا يجند مليشيات خارج نطاق الدوله بل ويجندها لمحاربه الحكومه في عدن واسقاط معسكراتها يرى اليمني ان التحالف يرفض تحرير تعز ويقصف الجيش الوطني في نهم وغيرها اذا ما تقدم دون اذنه لتحرير ترابه الوطني فماذا عدا مما بدا ام ان الامل كان تهورا خاطئا منذ البدايه وحتى لا تكون الصوره مجتزاه فقد حققت الشرعيه بمسانده التحالف العربي انجازات كبيره ابرزها تحرير محافظات عدن ولحج وابين والضالع وشبوه والتقدم في الساحل الغربي وصولا الى حيز لكن معظم هذه المنجزات تمت في السنه الاولى من التدخل وسلم هذا المنجز لمحتل اخر ابو ظبي على المستوى الانساني والاقتصادي يدعم التحالف الحكومه اليمنيه بيد ويقيد ادواتها باليد الاخرى يدعم البنك بوديعه ماليه مثلا ويحارب البنك المركزي لئلا يستفيد عافيته ويستقل بقراره يرسل قوافل الاغاثه الكثيره الى اليمن ويغض الطرف عن فساد يمني سعودي يسرق لقمه الفقراء من افواههم دون رقابه ولا حساب ثلاث سنوات عجاف تعقدت فيها علاقه الشرعيه بالتحالف حتى وصلت مستوى غير مسبوق دفع ببعض وزراء الشرعيه الى رفع اصواتهم عاليا امام تقويض التحالف للشرعيه بل وصل حد رفع الحكومه اليمنيه رساله لمجلس الامن عدها مراقبون بمثابه شكوى رسميه بالتحالف العربي جراء تحوله من دعم للشرعيه الى محاربتها وسواء كانت هذه الاصوات بايعاز من الرئيس هادي او بدافع الكرامه الوطنيه فان علاقه الحكومه مع التحالف لن تظل كما كانت من قبل إذ لم تراجع الرياض وأبو ظبي سياساتهما إزاء هذا الشعب الغني بتاريخه وبرجاله كما قال الوزير المستقيل هذا السؤال أتمنى أن يتم التعامل مع اليمن كيمن كبلد صاحب حضارة سبعة ألف سنة حضارة مش بلد هامشي ولا جمهورية من جمهورية الموز اليمن بلد كبير وبلد شقيق والتحالف جاء من أجل عوده الشرعيه وعوده المؤسسات الدوله. اذا مشاهدينا الكرام لمناقشه هذه الحلقه من حلقه المساء اليمني سيكون معنا عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي وسينضم معه اخرون عبر الهاتف، مساء الخير استاذ عبد الهادي. يا مساء النور اختي. اهلا بك استاذ عبد الهادي ودعنا نبدا من عنوان هذه الحلقه ثلاث سنوات منذ انطلاق عاصفه الحزم ما الذي انجزه التحالف خلالها استاذ عبد الهادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد ان تقييم عمليه انجازات التحالف او ما انجزته ما أنجزه التحالف العربي الذي تدخل إلى الجمهورية اليمنية بطلب من الحكومة الشرعية كما أعلن في أول ليلة بحسب طلب الرئيس الشرعي الرئيس الشرعي الاخ عبد الرب منصور هادي باعتباره رئيسا للجمهوريه اليمنيه الرجل المنتخب شرع شرعيا من الشعب اليمني والذي اضطر الى مثل هذا اليوم قبل مثل هذا اليوم ان يغادر عدن التي انتقل اليها من صنعاء هاربا مساله تحتاج اداه تقييم حقيقي نستند على اسس فيما يخص هل حقق التحالف العربي الاهداف التي تدخل من اجلها بشكل كامل وهي الاهداف المعلنه باستعاده الدوله اليمنيه وانهاء الانقلاب وعوده الشرعيه الى الان تحقق جزء لهذا الهدف تم تحرير قرابه الثمانين في من الجمهوريه اليمنيه مساحه لكن اعتقد ان هنالك ما ما يقارب الخمسون فقط في المئه من عدد السكان الذين تم تحريرهم الى الان وبالتالي لا زال المئة من السكان لا زالون غير محررين ويخضعون لسلطه الميليشيات ولا زالت الميليشيات مع الاسف الشديد قادره على اطلاق الصواريخ بعد 300 بعد ثلاث سنوات. كل سنة 365 يوما من الغارات القوية والغطاء القوي لا زالت هذه الميليشيات قادرة على إطراق الصواريخ واستخدام قذائف المدفعية والدبابات والسلاح الثقيل باتجاه كل من باتجاه الداخل وباتجاه المملكة العربية السعودية لا زال الرئيس خارج الجمهورية ولم يعد الى اليوم ولا زالت الحق نعم يعني عند هذه النقطة عن عبد الهادي يعني علامة. كيف تفسر الحديث عن 80% من الاراضي المحررة ولا يستطيع الرئيس هذه ايجاد موطئ قدم له للعودة؟ حررت لمن اذا؟ كنا نعتقد في البداية ان بقاء الرئيس في الرياض بقاء ضروريا لاستكمال عاصفة الحزم ولتأكيد مسألة استمرارية التحالف وان من الضروره ان يعود رئيس الوزراء ويبدا الوزراء بممارسه مهامهم وان نعرف العلاقه الفاصله ما بين ما نسميه بالسلطات المحليه في المحافظات وما بين السلطه المركزيه الاتحاديه التي لا زالت الى اليوم مجرد مشروع مقترح لا غطاء دستوريا لها سوى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهذه المخرجات لن تكون قابله للتنفيذ ما لم تتحول الى دستور يستفتى عليه ملزما وبالتالي تاخذ صبغه الدوله في التنفيذ بشكل عام لكن الى الان لا زالت هذه المساله عائمه بعض المحافظات التي تم تحريرها حضر بعد التحرير باسم الحكومة من بسط عليها وكأنها إمارات تذكرنا بدول الطوائف في الأندلس وذكرتنا بدول الجماعات والمجموعات الإثنية وكانت هذه المسألة قد انتهت باتحاد هذه المجموعات التي ظهرت أنها تزعمت مسألة التحرير وأدى ظهور الحكومة خلفها إلى ظهور خجل الى ما آلت اليه الاوضاع اليوم وما يبدو انه قد يتفجر من مشكلات بين الحكومه اليمنيه والتحالف العربي في ظروف اصبحت ايضا صعبه على مستوى الداخلي وعلى مستوى الخارج ضغطا دوليا يطالب بمفاوضات وضغطا داخلي يطالب البعض بتقرير مصير والبعض الاخر يمارس ابتزازا سياسيا والبعض الثالث لا يدرك أنهم يتقاتلون على مبنى لا زال الجميع من الناحية الحقيقية خارج هذا المبنى وعلى دولة لم يبقى منها سوى الإسم وبعض ذاكرة في الدماغ وأيضا حين تتبخر رواتبها فتصبح الدولة مجرد اسما في الذاكرة لا أكثر نعم استاذ عبد الهادي يعني لو بدأنا من الاحداث الاخيره ثم عدنا الى الوراء قليلا يعني تحديدا من تصريح الوزير عبد العزيز جباري والذي اكد رسميا عدم قدره الرئيس هادي من العوده الى العاصمه المؤقته عدن برايك يعني ما الذي تحقق على الصعيد العملي يعني اذا كان رئيس الدوله لم يستطع العوده حتى الان كما تفضلت مناطق حررت وسلمت لطرف آخر يدير هذه المناطق ويحارب الشرعية التي يفترض أن تكون قد استعدت جزءا من يعني هيبتها في هذه المناطق أعتقد أن ما طرحه الوزير قباري وعن عدم عودة الأخ رئيس الجمهورية أيضا لا يعتبر نهاية المطاف لو أراد الرئيس بشكل عمليا العودة وجدت بدائل لانتقل إلى مارب لانتقل إلى المديريات المحررة من تعز أيا كان وضعها لانتقل هذا رئيس للبلد اليمنيين ينظرون إليه أنه الرجل الشرعي وهم مستعدون للقتال خلفه لكن يبدو أن هنالك نوع من استمرار الضغوط فيما يخص العلاقة ما بين التحالف العربي والرئاسة اليمنية الشرعية وهذه العملية فعلا بادية المسألة أيضا حوصرت الحكومة وانتهكت كانت الحكومة قد ضربت أكثر من مرة في عدن وليست المرة الأخيرة التي حضر فيها في حكومة بحاح السابقة تم إطلاق صواريخ على مع المنطقة التي كانت تعيش فيها الحكومة ثم تولت هذه المحاولات منع رئيس الوزراء أكثر من مرة بفعل القوة على الأرض من قبل مجموعه يمنيه مع الاسف الشديد وهي من صف الشرعيه وكانت من المقاومه الشعبيه لكن يبدو ان اجندتها كانت مختلفه كانت هي مقاومه من اجل ان تحكم هي لا من اجل ان تعود الدوله الشرعيه وبالتالي هذه العمليه هي الاساس الحكومه اليمنيه هي من اتت بالدعم من التحالف العربي إلى هؤلاء الأطراف وهي إذا حجر الزاوية السلطة الشرعية لازالت حجر الزاوية في العملية وعلى الجميع أن يدرك تماما أننا لازمنا تحت رحمة الفصل السابع. من هل أيضا من ميثاق الأمم المتحدة على الحكومة اليمنية أن تعيش شيئا آخر أن مسؤوليتها تجاه شعبها لا تسقط لتسقط المسؤولية على التحالف العربي وأن عليها أن تكون مستعدة كانت بشكل كامل وان يكون لديها خطه الف وباء وجيم باعتبار أنها هل هل من من خلال قراءتك لسياق الاحداث استاذ عبد هل يعني من خلال قراءتك لسياق الاحداث يعني هل تجد ان الحكومه فعلا ما زالت قادره على ان تكون حجر الزاويه ما زالت قادره على اتخاذ قرار ما زالت قادره على آآ ان آآ تقوم بخطه الف وباء وجيم؟ اعتقد ان الحكومه ما زالت قادره اذا توفرت الاراده ما زالت قادرة إذا توفرت الإرادة بشكل كامل هنالك العشرات من الشعوب والحكومات من الحكومات في العالم التي عاشت حكومة منفى الحكومة الهولندية في الحرب العالمية الثانية الفرنسيين في الحرب العالمية الثانية وما قبلها ديغول استعاد فرنسا من على ظهر سفينة عبر حلفائه البريطانيين والأمريكان هذه المسألة متى ما أرادت الحكومة وكانت إذا دعني أغير صيغة السؤال أستاذ عبد الهادي يعني طالما يعني او انت تقول اذا ما وجدت الاراده هل تريد الحكومه الشرعيه ان تلعب هذا الدور ام انها مستمتعه بالدور الذي فرض عليها أعتقد أن الحكومة تريد أن تمارس هذا الدور لكن لا يوجد اتفاق كامل بين أجزائها وأعضائها الحكومة حكومة توافق وطني وأخاف من من ما أقصده بالتوافق الوطني أن يكون حالة من الموت الوطني بشكل عام وأن تموت الحكومة داخل هذه المسألة على الحكومة كما قلت أن تتخذ قرارا وبالتالي سوف تكتشف ما مدى قدرة حلفائها وأعضائها الداخليين على التقيد بهذا القرار يبدو أن الحكومات تتعقل أكثر من ما يجب وهذه المسائل لا تحتاج كثيرا من التعقل تحتاج قدرة وإرادة قوية وبالتالي تنفيذ هذه الإرادات كثرة الحسابات في مثل هذه المسائل يمكن أن تؤدي إلى موت لإرادة الحكومة ولخيارة الشعب اليمني على الحكومة اليمنية أن تدرك أنها في هذه المرحلة مطلوب منها قرار وعليها أن تعتمد على إمكانياتها الذاتية مشكلة الحكومة اليمنية أنها لم تعتمد على إمكانياتها الذاتية منذ, منذ البداية وكان يمكن أن تلجأ إلى قروض من المؤسسات الدولية وأن تقوم هي ببناء يعني كيف تستطيع ذلك عليه. أستاذ عبد الهادي وهي, وهي محاصرة ارتكبت أخطاء نعم إذا كان على مستوى يعني السفن المحملة تستطيع بالرواتب نعم تستطيع. لا لا نعم كيف تستطيع الحكومة هناك مئات من المؤسسات الدولية قادرة على إقراضها هناك دولا كبرى لها مصالح في شمال المحيط الهندي ومدخل البحر الأحمر هناك أصولا منتجة لدى اليمنيين هذه أرضا ليست فقيرة وبالتالي هناك أطرافا إذا أرادت الحكومة أن تغير حتى حلفائها الخارجيين فهي تستطيع لكن هنا المساله الاساسيه على الحكومه التي وصلت الي هذا الحد وهي تمارس الصمت ان تعيد ترتيب اولوياتها وعلاقاتها بشكل منطقي لان الهزيمه التي قد تتعرض لها الحكومه اليمنيه لن تدفع الحكومه اليمنيه بمفردها ثمن هذه الهزيمه سوف تدفعه شبه الجزيره العربيه مكتمله وسوف يدفعه الممر الدولي وهذه المساله سوف تحسب على ما نسميه بالامن القومي ولا اعتقد ان الامور قد تصل الى هذه المرحله مجرد ان تعيد الحكومه اليمنيه فقط ترتيب اوراقها وتتعامل بنديه ان ارادت عليها ان تبدا اولا بتحرير مواردها وبايجاد نفسها على الارض وبالذات فيما يخص الجانب العسكري والامني نعم إذا سمح لنا أستاذ عبد الهادي أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سلمان عسكر مدير مركز المعلومات لصحيفة الوطن السعودية والمختص بشأن اليمني من الرياض، مساء الخير أستاذ سلمان. مساء أهلا بك معنا أستاذ سلمان لو بدأنا معك بالحديث بصورة عامة عن مسألة استعادة الدولة بعد ثلاث سنوات من العاصفة، ما الذي تحقق منه يعني اليوم وهو كان الهدف الأول لعاصفة الحزم؟ وابرز الاهداف اعاده الشرعيه نعم لو لم تتدخل عصفه الحزم في الوقت المناسب في مثل هذه الايام العام 2015 لكانت كارثه كبرى في اليمن والاقليم العربي بشكل عام. عاصفة الحزم انقذت الموقف وواجهت الفرس وقطعت ايديهم في يمن العروبه. نعم. نعم استاذ سلمان يعني نحن نعلم انه ربما عاصفه الحزم هي استطاعت ان توقف المشروع الحوثي ولربما يعني انها كانت كما تفضلت لو لم تكن لما نحن في واقعنا الان ولكن هناك من يرى ان موقف التحالف بات متناقضا مع اهدافه الاولى التي جاء بها يعني رئيس لا يستطيع العوده لاراضيه المحرر منها 80% كما يقال قوات منفلته تعمل 85 نعم قوات منفلته تعمل خارج سياق الشرعيه وضع اقتصادي مزري هذا كله يعني كيف يمكن قراءته خلال ثلاث سنوات من اعلان العاصفه ليس هناك اي تناقضات التحالف العربي دخل لاعاده الشرعيه في اليمن وما يزال قائم الى الان الشرعيه تواصل دورها من عدن وتقوم ب استعادة الشرعية في المناطق التي لا يزال السيف على انقلابيين الحوثيين هناك أكثر من خمسة في تم السيطرة عليها خمسة تقع في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها الحوثيين وهي مناطق غير مركزية نعم لكن يعني هذه 85% استاذ سلمان يعني لم تستطع الحكومه ايجاد 5% منها لتستقر وتمارس عملها ويعود الرئيس الشرعي لممارسه عملهم وتمكينهم من من ذلك. 85% هذه تشمل مناطق بتروليه في مارب في صرواح مناطق عسكريه مناطق قياديه يعني المناطق اللي تسيطر عليها السوريين هي الان مصطلحها فقط نعم انا اتحدث عن المناطق التي حررت خاصه في المناطق الجنوبيه عدن وشبوه وابين والضالع لم تستطع الحكومه السيطره على الوضع هناك استاذ آه سلمان يعني آه الجميع يعرف آه الاحداث التي آه يعني كانت آه مؤخرا آه الاستاذ صالح الجبواني آه لم يستطع ممارسه مهامه آه في آه شبوه وأعيق واعيد ايضا آه والان يعني لا نعرف آه يعني عنه شيء دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ عبد الهادي العزازي وهو ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية، أستاذ عبد الهادي ما رأيك؟ يعني ما زال الحديث أن حرر من اليمن 85% أهداف عاصفة الحزب كما هي عليه ثابتة لم تتغير ولا يوجد أي تناقض فيما أعلن عنه وفيما تم إلى الآن الأهداف ما زالت فعلا آه كما هي لأن إعادة الشرعية معناها تحرير العاصمة وتمكين الرئيس من العاصمة وبالتالي لا زالت الأهداف قائمة والعملية لم تلتغي إلى الآن لكن نحن نقيم ما تم تنفيذه من العملية وهو أساسا مرتبطا بدرجة أساسية بالمدخل الذي يجري عليه التقييم. ان كان المدخل ما مدى سيطره الحكومه على المناطق المحرره وعملها وكفاءتها؟ هذه المساله ترتبط اولا ببعدين، بالبعد المالي والبعد الاداري والسيطره على الادوات الخشنه. يكون السؤال هل تسيطر الحكومه على كافه قوات الجيش وما كان يعرف بالمقاومه الشعبيه في كافه المناطق المحرره بمعنى هل تسيطر على النخبه الشبوانيه والحضرميه؟ وما يعرف بالحزام الأمني وغيره مما اشتكت الحكومة برسالة رسمية أنها لا تسيطر عليها هذا أولا والجانب الآخر هل هي المتحكم في مسألة استغلال مواردها وعودة هذه الموارد إلى بنكها المركزي وهل تستطيع عقد صفقات أو منح أو قروضا بشكل مباشر وتتعامل مع مواطنيها وتفي بالتزاماتها تجاه المناطق المحررة هذا يتحقق بنسب لا من 50 إلى 70 في المئة فقط عند أحسن حال وبالتالي فإن جزءا من هذا المشروع الإعادة كان ضعيفا جدا أو يحتاج إلى إعادة تقييم وإعادة ضبط وهذا هو الذي يجب أن يناقش يجب أن يعاد بناء وضبط العلاقات وأن تكون الحكومة صاحبة يد ومسؤولية مباشرة في بناء الجيش والامن والتسليح على الادوات الخشنه والناعمه للدوله نعم اذا استاذ سلمان يعني يطالب الضيف الاستاذ عبد الهادي العزازي باعاده يعني تقييم لثلاث سنوات من الحرب او من اعلان العاصفه يعني يتحدث انه كيف يعني من اين ندخل لهذا التقييم 85% محرره ولكن ما مدى سيطره الدوله او الحكومه الشرعيه على هذه ال 85% ما مدى سيطره الحكومه على فصائل المقاومه التي كانت وشكلت من خلالها الـ حزام الامني والقوه ش... قوات النخبه الشبوانيه وقوات النخبه الحضرميه، ايضا من هو المتحكم في استغلال موارد هذه المناطق المحرره استاذ سلمان ما رايك؟ التحرير اللي حصل لهذه المناطق المحرره اولا لا يخفى عليك ولا على المستمعين والمشاهدين بان الحوثيون هم حرب إصابات لا تواجهين دوله منظمه او قوه حربيه مرتبه تواجهين فلول في, في الجبال في الاوديه يعبثون بالممتلكات يسيطرون على انابيب النفط يعبثون بالمقدرات الدوله واذا الحكومه الشرعيه تمشي بخطوات ثابته سيطرتها في المناطق المحرره أكسبتها بكل صراحه اعاده اتزان ترتيب اوراق الان الحكومه الشرعيه تفرض نفوذها على هذه المواقع وانابيب البترول تحت سيطره الشرعيه حاليا كما تعلمين بانه منذ ثلاثه ايام ما هي الشرعيه أيام؟ التي تتحدث عنها استاذ سلمان؟ يعني اذا كان وزراء لا يستطيعون القيام بمهامهم، وتقارير دوليه تشير ان الامارات تقوم بدعم فصائل مسلحه تقوم على يعني تفتي تقويض الدوله وتفتيتها، يعني الكثير من النداءات التي اطلقها مسؤولون حكوميون بانهم لا يستطيعون ممارسه عملهم بسبب الامارات وتدخلها الجائر في المناطق المحرره. الذين يتذمرون يا سيدتي ويبررون ضعف موقفهم او عدم قدرتهم على اداره الموقف او المواقع التي اوكلت اليهم هذا شأنهم ولكن ان يرمى الحمل على الامارات هذا الكلام غير صحيح دوله الامارات العربيه المتحده تواجه حمله اعلاميه من جهات معنيه ومعروفه وعلى راسها قناه الجزيره في قطر هذا جانب نريد ان يكون مكشوف وواضح نعم الجانب ها... الاخر يا نعم تفضل الجانب الاخر يا سيدتي آه اذا كان قدم استقاله شخص او شخصين من آه من حكومه الشرعيه هذا امر طبيعي اذا وجد في الارض او على الارض من يبرر فشله بالدولة الامارات العربية المتحدة او يرمي الثقل على الشرعية فهذا مستواه يعني انسان عاجز، لكن نجد مواقع تسيطر عليها الشرعية آه تسير الامور كما هي وبقوة وبعزيمة وبإصرار وعادة الشرعية كما هي والتعليم والصحة وكل مقومات الحياة أنا لا نريد أن نضرب مثل على شخص أو شخصين فشلوا في مواقعهم إذا دعني, دعني أنقل هذه إنا. هذه, هذا هذه سوء النقطة نعم سأتحدث معك في مسألة فشل هؤلاء الذين لم يستطيعوا في موقعهم، عموما الذين قدموا يعني استقالتهم هم وزير الخدمة المدنية وأيضا لديه حقيبة في الوزارة الآخر، لكن من من اعترض ولم يقدم استقالته أستاذ سلمان يعني محافظ محافظة وكان أيضا يعني ليس محافظا واحدا وإنما اثنان تحدثوا بكل صراحه وهناك حقائق يعني لا يمكن اخفاءها ب يعني مجرد انها دعايات اعلاميه يعني تقارير دوليه وشهود على الارض وكل ذلك لا يمكن ان يكون مجرد دعايات ضد دوله الامارات دعني انقل هذه الفكره لضيفي الاستاذ عبد الهادي ما رايك استاذ عبد الهادي يعني كل التقارير التي تتحدث واستقاله الناس الوزراء انما هو بسبب فشلهم على الارض و يعني كل هذا الامر هو عباره عن يعني دعايات اعلاميه ضد طرف موجود في التحالف ما رايك؟ يعني يعني استاذ عبد الهادي هل تسمعوني؟ اعتقد ان الامارات نفسها او الاطراف الخارجيه لم تعترض هي بشكل مباشر لكن الاعتراض كان يمني بدرجه اساسيه الاعتراض كان من قوات يمنيه وكان على الحكومه ان تستخدم القوه بدرجه عامه للضغط على اعضائها للضغط على هذه القوه التي اعاقت حركه الوزراء على الحكومه ان تستخدم اليد الخشنه الوزراء كانوا في عدن في عدن هناك منطقه عسكريه كامله وكان عليها ان تفرض امرها بالقوه كما فرضه قائد القوات الرئاسيه ووزير الداخليه وبهذا الشكل كانت سوف تثبت بشكل عملي انها هي الموجوده على الارض لكن ان يقال لك ارجع وترجع من حيث اتيت او لا تمارس عملا ولا تمارسه هذا شيء اخر اذا كان هناك خذلان جرى من الجيش اليمني نفسه لهذه الاطراف لهذا الوزير او ذلك المسؤول او هذا الانسان فهنا حالة الخذلان تصبح منظمة أي أنها أشبه بحالة عصيان وكان عليه وحلا حكومته كحكومة صاحبة أمر أن تستخدم القوة من أجل يعني هل هل تقصد المواجهة؟ قد أتفق مع ما ذهب إليه ضيفك الكريم في هذا الجانب لكن هنالك فعلا عملية عرقلات بدأت من السيطرة على إرادة الدولة نعم هل هل تقصد بالقوه استاذ عبد الهادي هي المواجهه مع قوات الحزام الامني مثلا او النخبه الشبوانيه او النخبه الحضرميه؟ فليكن يجب ان يكون هناك رجل دوله لولا ان ابو بكر الصديق رضوان الله عليه لم يتخذ قرارا بالحروب بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام وقال لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه لو منعوني عقال بعير كانوا ادونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه هذه المواقف تحتاج رجال دوله رجال دوله بكل المقاييس فلتكن حربا ان كانت المساله مرتبطه بالسياده وفرض الاراده لكن ان تقبل بمجموعه تهديدات ومجموعه من الاعمال وبالتالي تستكين هذه العمليه هي جزءا من اسقاط الدوله في مستنقعا لن تقوم لهم بعده قائمه يجب التعامل ان يكون بحزم وقوه لمره واحده قد لا تكلفنا هذه العمليه لمئات المرات لو أن الجيش والدولة تعاملت مع الحوثي قبل وأثناء وصوله إلى خمر أو في محافظة صعدة وما قبلها لما سقطت العاصمة نعم إذا دعني أنتقل بالحديث للأستاذ سلمان عسكر أستاذ سلمان برأيك يعني ما هي ممكنات الحل على المعطيات التي لدينا يعني لا يعقل أن نتحدث عن سنوات أخرى قادمة حتى تستطيع عاصفة الحزم تحقيق أهدافها، مثلما استطاعت الإمارات أن تحرر عدن في غضون شهرين، كان يمكن أن تحرر بقية المناطق يعني في غضون أشهر أيضا، ولكن ثلاث سنوات من الحرب الناس أهلكت، نسبة الفقر تتزايد، الجوع، المرض ما الى ذلك من تمكن الحوثيين من مفاصل الدوله، هل ستظل يعني قوات التحالف ممثله بالمملكه العربيه السعوديه يعني في موقع المتفرج ومكتفيه بال 85% التي هي عمليا لا تحتوي على عدد سكان اكبر؟ لا يا سيدتي اولا في الحروب عاده لا يمكن التنبؤ بنهايتها. لكن الان ما يحدث على الارض وخلال اخر اربعه او خمسه ايام الاسبوع الماضي تم تحرير عدد ومواقع كثيره منها الشريحه ما بين تعز ونحج والراهده شمال تعز وغرب جبال البياض بجبهه نهم ومعسكر طيبه الاستراتيجي والذي يكون نواه لتجمع العناصر وتزويدهم بالاسلحه وكل هذه المعطيات تكشف وتؤكد ما يحدث داخل البيت الحوثي هناك حالات انشقاق هناك خلافات كبيره بين القيادات الحوثيين ولعل ابرزها ما حدث مؤخرا بين صالح الصماد واعضاء المجلس السياسي في صنعاء لم يعد يحضر هذا الاجتماع اكثر من شخص او شخصين هناك نعم هل كان التحالف ينتظر هذه الخلافات سلمان أن تحدث حتى نقول أنه بدأ يتقوض يعني اسمح لي الشعب اليمني لم تكن لديه البنية التحتية القوية التي تؤهله لنفس الحروب ذات نفس طويل يعني خلال سنة واحدة ارتفع معدل الفقر ارتفع معدل الجوع البطالة ما بالك بثلاث سنوات يعني ربما الحديث عن سنة أخرى حرب تكون هي نهاية حقيقية لهذا الشعب ربما السعودية لديها الإمكانية أن تظل تحارب مئة عام يعني ما المشكلة لديها أيضا الحكومة طالما هي مطمئنة في الفنادق وتدير البلد بعيدا عن معاناة الشعب لكن هذا الشعب هل ما زال قادرا على الانتظار أكثر؟ أنت ينظر إلى المناطق المحررة التي تفرض الشرعية سيطرتها عليها عاد الاستقرار عادت الحياة إلى طبيعتها هناك تقدمات الآن في الساحل الغربي الحجيدة القوات الشرعيه تقدم وتضرب اروع الامثله في التقدم يعني بصراحه هذا لا غبار عليه واضح وصريح والحوثيين انفسهم يعلمون بذلك. التحالف لا ينتظر ضعف او تخلخل او انشقاقات في الحوثيين ولكن التحالف لديه عنصر اساسي منذ انطلاق عاصفه الحزم في مارس 2015 وهو الحفاظ على ارواح المدنيين وهذا الامر الذي اعلن اسمه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عندما قال دخول صنعاء هو يسير ولكن لو حدث دخول القوات الشرعيه فسيحصل عزاء في كل بيت هذا كلام نعم دعني دا اضع صنعاء جانبا لهذا السبب لنفترض يعني للسبب الانساني الذي تحدثت عنه تعز ما زالت هي نقطه الرهان الحقيقيه بالنسبه للتحالف يلاحظ الجميع كيف تتم تحرير المناطق الجنوبيه مرورا بالساحل الغربي ويعني الذهاب فقط نحو المناطق الساحليه والسيطره عليها دون التوغل الى داخل تعز انت مهتم بالشان اليمني سيد سلمان وبالتاكيد انت مطلع على سير المعركه وكيف تحرر المناطق الجنوبيه في ظرف ايام حينما يراد لها ذلك لم تأخذ شبوة سوى أسبوع يعني هناك دعم بالعتاد الثقيل هناك دعم بالمال هناك دعم بكل شيء تعز تتعثر يطالبون ب يعني كاسحة الغام تنظف الطريق أمامهم ما الذي يؤخر تحرير تعز ولو أن هذا سؤال قد طرح مرارا وتكرارا ولم نجد جوابا شافيا له سأجيبك يا سيدتي التدفق الأسلحة الإيرانية الذي كان يصل عن طريق البحار هو سبب من اسباب تاخر فصل المعركه ايران لا تزال تمد الحوثيين بكل انواع الاسلحه والدمار عن طريق الساحل الغربي الساحل البحري يا سيدتي الان الحكومه الشرعيه بدات منذ اشهر قريبه جدا وانا اكون معك واضح وصريح قطع هذه الامدادات لا يمكن ان تتحرر تعز في ظل وجود تدفق الاسلحه من جانب ثلاث سنوات استاذ سلمان ولم تستطع قوات التحالف المتعاونه مع قوات دوليه لحمايه يعني المنافذ البحريه يعني يكمن لا تستطيع سفن اغذيه او سفن رواتب او سفن تجار الدخول الى السواحل عدن وتستطيع سفن التهريب المرور ذهابا وايابا كيفما شاءت هل يعقل ذلك؟ يا يا سيدتي انت تعرفين الامتداد الساحل البحري لليمن اكثر من 2000 كيلو لا, اضافه لا. الى مواقع يتم من خلال المهره وحضرموت تهريب اسلحه من مواقع متعدده وقنوات كثيره داخل اليمن. لذا التحالف بدا في حصار هذه المواقع تحرير تعز صدقيني بانه خلال المرحله او الايام القريبه القادمه الحوثي حاليا بدا يشعر بالقلق ارسل قواتها الى تعز وارسل قواتها الى الساحل لانها الورقه الاخيره التي يلعب بها الحوثي. نعم. مع, مع ذلك استاذ سلمان لم نجد جوابا شافيا وستظل تعز هي اللغز آه يعني الا مبرر آه حتى الان في حله شكرا جزيلا لك سلمان عسكر مدير مركز المعلومات الصحفيه لصحيفه الوطن السعوديه والمختص بالشان اليمني كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، عودة إليك أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي لو توقفنا قليلا عند تعز وتساءلنا السؤال نفسه الذي نطرحه ربما منذ بداية عاصفة الحزم، يعني لدرجة أنني أخجل من طرح هذا السؤال من يعني إن استمع إليه أبناء تعز ونحن نتحدث عنه مرارا وتكرارا ولا يجدون جوابا حقيقيا، ما الذي يؤخر تحرير تعز؟ العتد العسكري العتاد العسكري هو السبب الرئيسي في تاخير تحرير تعز ونفقات المعركه اليوميه المال والسلاح هما فقط ما يؤخران تحرير تعز لا الحكومه الشرعيه اعطت المحافظ مثلا لم تعطه تفويضا بالتصرف في الاصول او كان حل مشكله المال او اعطت القياده العسكريه هذا التصرف بهذا الحق ولا هي أعطته تسليحا طلب في الاجتماع الأخير في الرياض طلب القادة العسكريين الذين حضروا طلبا واحدا سلحوا كتيبة واحدة من كل معسكر سلحوا كتيبة واحدة من الألوية الخمسة ونحن نتكفل في ظرف عشرة أيام بتحرير تعز تماما لو حصل هذا التسليح مع الأسف الشديد كافية العدد البشري هذه المحافظة مخزن بشري ضخم هذه المحافظة تقاتل في الجوف تقاتل في حرب قاتلت في شبوة تقاتل في كل مناطق الجمهورية البيضاء مارب في كل مكان ومع هذا لديها احتياطيا ضخم وهي قادرة على كسر أدوات المعادلة والمعركة نحن اليوم عاجزون عن تجاوز 15 كيلومتر لربط مدينة تعز بالساحل لربطها بالشريان البحري لا زلنا نتعامل مع شريط ضيق هو الممر الذي يربطنا بمحافظة عدن ولاحق ونعيش حالة من الحصار ومع ذلك فأنا على ثقة تامة أن هذه المحافظة متى ما وصلها الإثنان فقط وبرقم من مقطوع المال والسلاح فيمكن أن إلى عبد الهادي ولو دخلت العملية إلى عملية إعادة تحرير هذه المحافظة فهو منشار أو عقدة من شهر المحافظات الشمالية سوف تسقط عب وبالتالي يستطيع الوصول للحديدة ما نوى توضيحه هو أن السواحل التي لا تزال بأيدي الحوثيين طولها لا يصل إلى 350 كيلو متر نعم لما لما يعني تمد تعز بالعتاد العسكري والمال ايضا يعني هو سؤال يعني لما لم تحرر تعز السؤال الذي ولما لم يعني تمد بما تحتاجه من عتاد عسكري اسلحه ثقيله كاسعه ألغام, يعني الغام واموال ايضا هذا هذه الاجابه وزيرها لا زال معتقلا في سجون الحوثي وزير الدفاع نحن نقاتل ثلاث سنوات يا أختي بدون وزير دفاع ما لا تعيه الحكومة اليمنية وتجعلنا في موقف لا نحسد عليه كيف تقاتل وليس لك وزير دفاع ولك رعاسة هيئة أركان بالوكالة ولك قادة عسكريين كلا يتصرف بهواه ما أستطيع أن أقول أننا مع الأسف الشديد في الحكومة اليمنية دخلنا الحرب لا نمتلك خطة ألف كما أننا لا نزل إلى اليوم لا نمتلك مع الأسف الشديد نعم إذا يعني تجد أن كان يفترض يعني للترتيب العسكري على الأقل وجود وزارة الدفاع ولكن للأسف الشديد الحكومة منشغلة بتعيين وكلاء ونواب وزراء آه هذا ربما يعني آه ومحافظين ايضا لا ننسى محافظين لمحافظات ليست آه بايديهم لكن اود ان اسالك يعني آه بالنسبه لمواجهه اعباء الحرب استاذ عبد الهادي هل فشل التحالف في مواجهتها سواء على الجانب الاغاثي الحقوقي الاقتصادي؟ هو لم يفشل هو ينفق بكميات كبيرة لكنه لا يمتلك خطة توزيع ورؤية واستراتيجية واضحة <applause> مع الأسف الشديد أستطيع أن أقول أن الحكومة اليمنية والتحالف المساندة لها فشل في إدارة الملف الحقوقي وهذه حقيقة تم استطاع الحوثيين وحلفائهم إغلاق المجال الحقوقي في الغرب بشكل عام أمام هؤلاء يعملون وفق خطة منظمة في الداخل ووفق أدوات منطقية هنالك بؤرا سوداء وجدت ما بين الرياض والداخل في الجمهوريه اليمنيه ابتلعت موارد ضخمه وقدمت خطى وخططا ورؤى بعضها هلامي وغير قابله للتنفيذ هنالك هدرا للامكانيات هناك سوء تنظيم هنالك فقدانا لحلقه اساسيه يجب ان يسند دورا كبير للقوات الجيش الوطني على الارض ويجب ان يجري حسابا من قبل الحكومه لاعضائها، لكن قبل كل هذا يجب توفير موارد بالقدر الكافي. اعتقد ان الحديث عن الجيش وعن الملف الانساني وعن غيره، هذا بالنسبه للاسلحه وغيرها تنتجها دولا كبرى، لماذا لا تتجه لا يتجه قيادات من وزاره الدفاع الى الصين، الى روسيا باعتبار ان السلاح القائم في هذا البلد هو السلاح الروسي. او سوفيتي سابق واسلحه واس صينيه او الي بعض دول اوروبا الشرقيه اذا كانت المساله الحجه في الاسلحه هنالك هدرا حتي في مستوى الاغاثه في مستوى الاغاثه هنالك هدر هناك سوء تنظيم حتي الامم المتحده لها مكاتب عملت فيها على شكل هدر واهلاك هي تستغل اسماء الجوع في اليمن و25 مليون و مليون وفي الاخير هي ايضا سيئه في تنفيذ برامجها لا زالت تعتمد على ميناء الحديده وصنعاء ولا زالت تهمل عددا كبيرا من الناس اي ان مشكلتنا الحقيقيه في سوء التنظيم، سوء التنظيم تشترك فيه الحكومه اليمنيه ومع الاسف الشديد دول الخليج تعاملت بضبابيه ودائما ما تتعامل في اغلب الاحيان بشكل غير مؤسسي عبر افراد وعبر متعهدين. نعم عموما لا ندري ان كان يعني هذه قادرا على التواصل مع الخارج بهذه الكيفيه استاذ عبد الهادي وايضا لا ندري اذا كان التحالف علنيه بان يمتلك اليمن اسلحه ثقيله مره اخرى عموما شكرا جزيلا لك استاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي والشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لوجودكم معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني اذا لا ان التقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه